السلام عليكم، اهلا بكم في قناه شيوات المياء. اليوم ان شاء الله نحضروا شارلوت ديال الفريز. اللي غادي نحتاجوا ليها، غنبداو اولا بلا كريم، يعني لاموس ديال الفريز. اللي غادي نحتاجوا لها بالنسبه لا كريم موسلين، غادي نديروا ان كريم موسلين اللي لاباز ديالها غادي يكون الفريز. هنا خديت 150 مليلتر ديال الفريز اللي شديتو وطحنتو، فريز بوحديتو طحنتو. عندي جوج البيضات، 50 غرام ديال مايزينا ولا الدقيق ديال الذره، 100 غرام ديال سنيده، و 50 غرام ديال الزبده. غادي نخليوها حتى الاخر. دونك بحال دائما غادي ناخذوا هذا الفريز، غادي نديرو فوق البوطه حتى يسخن شي شويه يغلى. وفي هذا الاثناء غادي نجيب، غادي ناخذ البيض غادي نضربو مع 150 غرام ديال سنيده. غادي ندير واحد القبيصه ديال الملح، ضروريه. غير غادي نخلط حتى يذوب ليا غير السكر، ومن بعد نضيف الملح. صافي، غادي نعاود نحرك هاد النشا غير بشويه. الفريز ديالي بدا تيغلى، صافي غادي نطفي عليه. غادي ندوز، غادي نصبو على هاد الخليط. مع التحريك صافي غادي نرد كلشي فوق البوطة. غادي نشعل عليها على نار مهيله، غادي نستمر في التحريك حتى يعقد ليا الخليط. صافي، دابا من بعد ما هكا قصحت لنا اختارت هكا لا كريم، كنطفيو عليها البوطه. صافي بركه عليها، كنجيو كنكملو على التحريك هنايا. صافي، دابا غادي نفرغها في واحد الزلافه تكون بارده، وغادي نغطيها بفيلم اليمونتير من الفوق. ما نخليش عليها زعما باش ما يجيهاش الهواء، ما ديرش لي ديك القشره من الفوق. وغنخليها حتى تبرد، فاش تبرد غنخرجوها باش نكملوا لها، باش نزيدوا عليها الزبده. نتلاقاو باش نكملوا الطريقه ديال التحضير ديال لاكريم بعد ما تبرد لينا. دابا من بعد ما بردت لاكريم مزيان، غادي نضيفوا عليها الزبده اللي كتكون بحراره المطبخ. لاكريم ديال الفريز اللي قادينا، كيف شفتوا الطريقه ديالها بحال لاكريم باتيسيير، غير بلاصه الحليب كنديروا الكولي ديال الفريز. دابا غادي نضربها مزيان بالباتور. وغادي نضيف الزبده تدريجيا. انا بدلت هكا هنا الاناء، هانتوما كتشوفوا خدمت لا كريم وبدلت الاناء حيت كان عندي صغير هذيك السلافه، درتها هنايا وخدمتها هكا بالميكسور. لحقاش الزبده كانت ما كانتش خدات عندي الحراره ديال المطبخ، عندي الجو بارد. سكيفي فاش جبت لا كريم من الثلاجه بردت ليا الزبده، فاش درتها بردت ليا الزبده، داكشي باش كنت مضطره نخدمها هكا بالميكسور. نتوما الا فاش تجبدوها من الثلاجه حاولوا تخليو حتى لا كريم تاخذ الحراره ديال المطبخ بحال الزبده، باش هكا ما تجمدش لكم، ما تجمدش لكم الزبده في لا كريم. بعد ما خدمتها نتوما كتشوفوا كيفاش كيجي القوام ديالها. دابا غادي نخليها في الثلاجه كتبرد ونتلاقاو باش نكملوا الطريقه ديال التحضير. دابا بالنسبه للمرحله المواليه، غادي ناخذ واحد 200 مليلتر ديال الكولي ديال الفريز. الفريز شديتو وطحنتو،
هكا ميكسيتو، وعندي واحد الورقه ديال الجيلاتين و50 غرام ديال السكر سنينه. غادي ندير هاد الكولي هكا في واحد الزلافه ولا في واحد كاسرونه ولا شي حاجه اللي نديرو فوق البوطه، و50 غرام ديال السكر. غادي نخليهم فوق البوطه حتى يدفاو، ومن بعد نضيف عليهم جيلاتين. درت الكولي ديال الفريز مع السكر تيدوبو. دابا غادي ندير هاد الورقه ديال الجيلاتين تدوب هكا في الماء باش غير يسخن ليا داك الكولي. غادي نضيف عليه جيلاتين. دابا من بعد ما دفى هكا ودفى هاد الكولي وداب فيه داك الفريز، عفوا داك السكر سنينة، غادي نضيفو فيه هاد الورقة ديال الجيلاتين اللي غادي نعصروها مزيان، غادي نذوبوها فيه. نحلكو مزيان صافي. نخليها هكا على جنب. دابا غادي ناخد واحد 150 ملتر ديال القشدة الطارية اللي غادي نطلعها على شكل شونتيي باش غادي نكملو التحضير ديال لاكخيم اللي غادي نديرو بها لا شارلوت الفريز ديالنا. دابا من بعد ما حنا المكونات ديال لاكخيم كلهم تيبردو، غادي ندوزو دابا البسكوي. انا هنايا خديت البسكوي بودوار اللي كنعرفوه كاملين، اللي سبق لي وقديتو في فيديو، غادي يبان عندكم الرابط ديالو في اسفل الفيديو. هاد البسكوي كيجي لذيذ بزاف، كيجي حسن من اللي كنشريوه من الزنقة صراحة، كيجي خفيف ولذيذ بزاف. وممكن ديروا به الاشكال اللي بغيتو. انا درت به هاد الشكل هكا اللي غادي نديرو هكا على الحاشية ديال المول، ودرت به هكا هكا على شكل دائري، هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجي، اللي غادي نديرو في الوسط ديال المول. دابا من بعد ما درت لو تور ديال السحك اللي عندي بهاد لي بيسكوي هادو، كنحاول نقطعهم على الارتفاع اللي بغيت على حسب المول. نتوما كتشوفوا كيجي هكا، والسحك ديالي انا قطعته باش يجيني هنا في القلب ديال هاد المول هذا. دابا غادي نديرو على هاد الواجهه هادي هي اللي غادي تكون عندي الفوق، باش هي اللي غنسقيها بشويه ديال داك الكولي اللي درنا معاه جيلاتين. دابا درت البسكوي، هاد البسكوي اللي درنا كيف شفتو هو اللي غادي يخلي هادو يشدو بلايصهم وما يتزعزعوش فاش نديرو لاكريم. غادي تبقى شاده وما غاديش يتزعزعون بلايصهم. دابا غادي ندوز غادي نسقي البسكوي هذا داك السيرو اللي درت كيف قلت لكم ديال الكولي ديال الفريز مع سكر سنيده وجيلاتين. غادي ندوزو نسقاو به البسكوي ونكملو طريقه التحضير ديال لاكريم. دابا من بعد ما المكونات كاملين ديال لاموس ديال الفريز وجدوا، غادي ندوز غادي نضيف شويه ديال الكولي لاكريم اللي ضربنا بالكريم الاساسيه لاكريم موسلين ديال الفريز. غادي ندير غير نصف الكميه. هاد الكولي هذا غادي يزيد يعطينا اللون، وغادي يزيد يعطينا المذاق، وغادي يعاوننا باش ان لاكريم ديالنا تشد راسها حيت فيها الجيلاتين. دابا غادي نضيف القشده بشويه بشويه. صافي دابا من بعد ما مزجت لاكريم كلها مع لاكريم الاولى موسلين والكولي ديال الفريز، كتولي عندي هكا كما كتشوفوا، كتجي لذيذه هاد لاموس. غادي نخليها هكا على جنب، وغادي نعاود ناخذ الاطار ديالي
كنسخيه كيف قلت لكم بواحد المعلقه ديال هذا الكولي هذا. صافي دابا غادي نفرغ فيه نصف الكميه ديال لاموس. وغادي ندخلها الثلاجه تبرد مزيان ونطلقوا باش نكملوا التحضير. دابا من بعد ما خلينا غير شويه كيبرد هكا غادي نشد هاد شويه اللي بقايه ديال الكولي وغادي نصبو هكا من الفوق. وغادي نحاول نديرو هكا على الوجه كامل. ونعاود نردو للتلاجة باش نكملو التحضير ديال الشارلوط. صافي دابا غادي نديرو في التلاجة ونتلاقاو من بعد. دابا ديك نصف الكمية اللي بقات لنا ديال لاكخيم غادي ناخدو شويه ديال الفريز اللي قطعته هكا طريفات وغادي نخلطو هنايا مع هاد لاكخيم هادي. وغادي نجبد الحلوه ديالي من الثلاجه وغادي نضيف هاد النصف اللي بغا. نمشي نجيبها باش فاش نقطعو غادي يجينا طري هادي فيها طريفات ديال الفريز لتحت. باش فاش نقطعو كيف قلت لكم غادي تجينا النص غادي تجينا فيه لاموس عادي ديال الفريز والنص الاخر غادي يجينا فيه الفريز مقطع هكا طريفات. صافي دابا غادي ندخل هادشي كامل الثلاجة يكمل يبرد مزيان. الشكل النهائي ديال شارلوط الفريز من بعد ما كتبرد مزيان كنزوقوها بحال هكا. زوقتها شويه بشونتيي مع الفريز هكا من الفوق ودرت عليها هاد لو روبون هذا. كنتمنى تجربوها ديك لاكريم اللي صايبنا ديال الفريز كتجي لذيذه بزاف. ممكن حتى انكم ديروها كلاصي كتجي بحال كلاص كتجي رائعه جدا. كنتمنى تجربوها وتخليو ليا لي كومونتير ديالكم وتبارطاجيوها مع صحابكم. ما بقي لكم شكرا وتشاركوا معايا في القناه ديالي شي واحد لميع باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.